يعني الضابط هشام اتوقف عن العمل بسببي؟ ساتر يا رب. الظاهر ان انا بقيت شر على كل اللي بيحاول يساعدني. الحمد لله. بقولك ايه يا نانسي، انا عايز اطلب منك طلب. في عنوان ضروري تجيبهولي، تجيبهولي من تحت الارض. انا عايز عنوان سيف الحديدي. مالكيش دعوه دلوقتي، انا بفهمك بعدين. اهم حاجه هكلمك بعد نص ساعه تكوني جبتهولي من تحت الارض. اوعي تنسى يا نانسي. ماشي، سلام. صدقتوني صدقتوني ان ادم ما قتلش قصد، كان بيدافع عن نفسه. الف مبروك يا يحيى، كده اكيد ادم هياخد براءه. الحمد لله الحمد لله. الف مبروك الف مبروك ان شاء الله استاذ ادم، يرجع لنا بالف سلامه ان شاء الله. يبقى هات عسكري دكر يحميك يا يا عجلة باشا. انت بتعمل ايه هنا هلا يا بت؟ كنت بطمن عليك يا بت، وحشتيني، قلت اجي ازورك واظبطك. بعدين كان نفسي اشوفك كده بقميص نوم. هي المدام صفايفة يا باشا؟ صفايفة ها، بس الهدوم ما جاتش على مقاسك. حياه امك يا ابن الكلب، منعتك ان معلقتك انت وعيلتك كلها ما بقاش انا سيف الحديدي. ليه كده يا باشا؟ ده انا حتى ضيف عندك، يعني حد يعمل مع الضيف كده؟ ها؟ ده انا ضيف عندك يا باشا، قلة أدب مش عايز. ها؟ بلاش قلة أدب. اهدى بقى روح أمك. الكلام ده تعمله هناك. قول لي يا باشا، إيه إحساسك؟ مبسوط؟ مبسوط بالشويتين دول كده؟ انت ايدك نعمة كده ليه يالا؟ يا صبرا كانت بتردعك صناعي ولا ايه؟ صبرا، فكرتني بصبرا. اخبارها ايه؟ بنت امك اسمها ايه؟ بعينك. على فكرة ممكن اضغط عليك واعرف اسم امك. انسى. والله ممكن، بس انا مش واطي زيك، لان امك ملهاش ذنب. ما هي لو تعرف ان الخلفة دي هتبقى وسخة كده اكيد ما كانتش خلفتك ولا اتجوزت اساسا، صح؟ يا امك منعتك يا ده محتاج. يا بني يا ماشي يا ابن المرتشي. ماشي ماشي ماشي. ايه رايك؟ قلت تهدى بقى. بس انا زعلان منك يا يابا، خيبت ظني، طلعت ما بتعذبش كويس، يعني هفق. انا بقى النهارده هاجي اعلمك حاجه جديده. تضحك. انا ضحكك دلوقتي على الاخر. نفسي اشوف اخرك يا ابن صبرا. ابن صبرا ده هيقلبك مره حالا. انت بتعمل ايه يالا؟ ايه رايك؟ بتعمل ايه؟ بص كده. ركز بقى معايا. هقتلك يا ابن صبرا. وحياة امك منعتك. السلك ده يا باشا المفروض دلوقتي. تعالى كده نجرب من هنا. نحطه فين؟ خلاص 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 يا بابا، خلاص خلاص يا بابا. ها على كيف كيفك صح؟ مش حاسس بحاجه. طب حس بقى. you
مبسوط؟ 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 حياة أمك أخليك تبوس رجلي في يوم من الأيام. بتبعت تجيب صحابك معك هنا؟ تبعت رجالة أحسن. بيني وبينك يا باشا، أنا شايف إن أنا بعمله ده تسالي. نخش بقى التقيل، إيه رأيك؟ وأنا موافق. هدواك شوية تقيل. أرجوك. شوية تقيل. يا ريت ترضى. والله يا شاطر. يلا. حلو. حلو صح؟ كمان مرة. حاضر. حياة أمك منعتك. يلا. استحمى بقى. ها عشان تأخرنا على الفصل. يلا. ها. مبسوط؟ مبسوط يلا. مبسوط؟ مبسوط؟ اللي أقول لي يا باشا صحيح. تفرق لو كنت جبت فوطة خضراء من صفرة من زرقاء. تفرقش كلها. تفرق في الرجولة. في الرجولة، الله ينور عليك. اتنفس بقى يا عم الراجل. ها فين الرجولة؟ فين الرجولة؟ هتعرفها في يوم من الأيام يا ابن صبر. حياة أمك أنا هتك. اهدى شوية. اهدى كده، أنت حلو أموك. اهدى صحتك. اهدى يا بابا. اهدى حبيبي. اهدى يا بابا. اهدى شوية. اهدى يا بابا. تعالى بقى نتكلم كده راجل لمرأة. اللي أقول لي يا باشا، ليه القانون بتاعكو ده ما بيمشيش غير على الضعيف؟ بلاش دي، بلاش. ليه لما امشي في الشارع مثلا وقابل واحد من امثالك يسألني عن بطاقتي يقول لي شغال يالا؟ طب ليه يالا؟ ليه يالا؟ انتوا بيعلموكوا يا باشا الاحداث، ولا انتوا مثلا بيبقى عندكوا عقده وانتوا صغيرين نقص بتطلعوا على خلق الله لما تكبروا؟ ايه هتجهز الفار ولا ايه؟ لا هنأجل بقى الموتى، نخليها وقت تاني. ها صحيح يا باشا، نسيت اقول لك حاجه. كنت قايل لي لو شفت الشارع اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هتقف على وشك صح؟ يا امك لحقتلك يا ادم عبد الحي. يبقى اقفل الشباك كويس يا هفا. سامعني يا ادم عبد الحي تاني يا بيه؟ وحياة امك منعتك. مالك يا ادم؟ صح؟ مش عايزه تقولي كده؟ سرحان كالعاده. في ايه يا ادم؟ في ايه؟ في اللي حصل لي واللي لسه هيحصل لي. يا ابني ما باسبورك جه وبابا ظبط لك كل حاجه، وبكره تسافر وهنا تحصلك وكل حاجة هتبقى كويسة. خلي عندك أمل يا آدم. يا نانسي، الأمل ده للناس اللي بتحلم، إنما أنا ما بقتش أعرف أنام أساساً عشان أحلم. أنا ما أحبش أشوفك يائس كده. ده أنت إنسان قوي. ده اللي عملته ده ما فيش حد في الدنيا يقدر يعمله بسهولة. تعرف يا نانسي، مش أنا قتلت، بس ضميري مرتاح عشان ربنا عارف انا عملت كده ليه. وتعرفي كمان يا نانسي، اي دموع في عينيا بتبقى ليه؟ مش عشاني ولا عشان الظلم اللي انا بشوفه، عشان امي واللي حاساه دلوقتي. تخيلي كده، اتحرمت من ابنها، وبعد شويه اتحرمت من ابويا واخواتي. اخواتي اللي ما بقى لهمش راجل ولا ظهر ولا حد يخاف عليهم ويجيب لهم حقهم. البركه في اخويا يحيى، ربنا يحميه. وهنا، هنا حلم عمري اللي مش هيكمل. لا هيكمل، هيكمل يا ادم. بكرة تسافر وتعيش في بلد بره بعيد عن الخطر، وبراءتك تظهر بعدها، وهنا هتروح لك
وهتعيش حياة جميلة، وبكرة اللي حصل ده كله يبقى ذكرى تحكيها لولادك في يوم الأيام وتضحك عليها. ولادي؟ تفتكر يا نانسي؟ ما تبقاش متشائم كده يا آدم، أسألك سؤال وترد عليا بصراحة. عمرك كنت قاعد كده في لحظة كنت متضايق ولا حاجة قلت لنفسك أنا إيه اللي خلاني أعمل ده كله عشان بنت مسيحية؟ أي واحد اتربى على الأرض دي كان هيعمل كده. أنا عارف كويس جدا إن اللي راحوا ضحوا بحياتهم وحاربوا عشان أنا وإنت نعيش في أمان دلوقتي كانوا جدك وجدي، أبويا وأبوكي، كانوا مسلم ومسيحي، ما كانوش بيقولوا حاجة غير الله أكبر. تحيا مصر. أنا وإنت مصريين يا نانسي، ولاد وطن واحد يعني إخوات. ما تسألنيش السؤال ده تاني ممكن؟